شارك سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية. شارك في تدريبات فريق بحرين ميريدا للدراجات الهوائية بمناسبة تقديم الفريق للعام 2019. وحرص سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على المشاركة في التدريبات التي شهدت مشاركة واسعة من الدراجين من مختلف دول العالم والذين تم اختيارهم للمشاركة مع الفريق في البطولات القادمة، حيث أعطى تواجد سموه تدريبات الفريق دفعة معنوية عالية في ظل الخبرة التي يمتلكها سموه في الدراجات الهوائية. وبهذه المناسبة أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن مشاركته مع فريق بحرين ميريدا للدراجات الهوائية في التدريبات تأتي تشجيعا للدراجين الذين ينتظرهم عام مليء بالمشاركات الخارجية، مشيرا سموه إلى أن الدراجين يمتلكون إمكانيات عالية وخبرة كبيرة، وسيحمل العام 2019 إثارة كبيرة لكافة الدراجين في المشاركات الخارجية. وأوضح سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أنه يرى الحماس والجدية على وجوه الدراجين وحرصهم على تقديم أفضل المستويات في الفترة المقبلة وتسجيل إنجازات جديدة بعد أن كان العام 2018 حافلا بالإنجازات للفريق، متمنيا سموه لهم كل التوفيق والنجاح. وكانت التدريبات التي شارك فيها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة امتدت لأكثر من 40 كيلومترا وشهدت مشاركة واسعة من دراجي فريق بحرين ميريدا، إضافة إلى مشاركة كبيرة من الدراجين البحرينيين من الجنسيات الأخرى. وحرص الطاقم الفني والإداري لفريق بحرين ميريدا على تجهيز مسار خاص للتدريبات، إضافة إلى تعاون حلبة البحرين الدولية التي شهدت تواجد الفريق في التدريبات.